فرط الحركة وتشتت الانتباه. ايه ده؟ تاني كده، فرط الحركة وتشتت الانتباه. كلام كبير قوي، بس عارفين هنتكلم فيه عشان احنا عندنا الحالة دي كتير قوي، بس هو معروف في الوسط العلمي بأفتة، ADHD، هو اسمه كده ADHD أفتة. يعني ايه؟ حدوثة النهاردة هتبتدي مع عمر 3 سنين ونص. مامته جت في منتهى يعني الحزن والأسى وعايزة تنام، ما بتنامش. ابنها عن 3 سنين ونص ما بيقعدش في حتة على بعض، يبتدي يصحى من النوم نومه قليل، يصحى من النوم تلاقي كل حاجة مش في مكانها، ما بيقعدش في مكان، دايما بيتحرك حركة غريبة، زي يطلع يقوم يمسك الهدوم يرميها في الجنب ده ويروح على المطبخ، وهو رايح المطبخ حاجة تانية تكعبله فيعمل حاجة تانية غير اللي كان رايح يعملها أصلا. وكمان ما بيسمعش الكلام، مامته تقول له صباح الخير رايح فين، كأنه مش سامع ورايح على المطبخ، رايح على الأوضة يكسر حاجة ويبص لها كأن مفيش حاجة حصلت ويروح يكمل لعب. الولد ده مامته بتحكي هو بيعمل ايه في البيت مع أخته، أخته أكبر منه بس هو معلمها الأدب. يعني ايه معلمها الأدب؟ يعني كل لعبة عندها هي بتاعته، حتى لو عنده زيها، لأنه بينسى. يعني النهاردة الصبح صحي كده عايز يلعب بأي لعبة، خلينا نقول موتوسيكل، هو عنده الموتوسيكل بتاعه بس هو عجبته اللعبة اللي في ايديها هي، أنا عايز دي، ويضربها ويزقها عشان ياخد اللعبة، يا إما هيعيط. ومامته طبعا عشان تريح دماغها بتديله اللعبة، تقولها معلش اديها له وياخد اللعبة، وهو ماشي واخد اللعبة عشان يلعب في الأوضة يتكعبل يلاقي لعبة تانية يرمي الموتوسيكل ويلعب باللعبة دي وينسى تماما إن هو مزعل أخته عشان اللعبة. تعالوا بقى في مشهد تاني، الكرتون. الأطفال دي ما بتحبش تقعد على بعضها كده، يعني 3-4-5 دقايق دي صعبة إنك تقعد طفل في الحالة دي على بعضه. يعني إيه؟ يعني عشان يتفرج على كرتون لازم تبقى هي ماسكاه من هنا وبابا ماسكه من هنا، واقعد يا ابني عشان تسمع. ما بيقعدش، الناس كلها قاعدة وهو قاعد عامل زي القرد، كل شوية في حتة، وما بيعملش حاجة على فكرة. لو شفتوه هتلاقوه بس يا بيجيب الريموت من هنا يحطه هنا، يا بيروح يقفل الفيشة، يا بيشد السلك، يا بيرمي الموبايل من على الترابيزة، بيعمل حاجات وسلوكيات مش مفهوم، كل ده وهو مش مركز. مشهد تاني بقى كمان، الأكل. يا سلام لما بيجي ياكل، الطفل ده تقعده يقف، يا حبيبي اقعد، يا بابا اقعد، هتاكل وانت واقف؟ اللي هو لا برضو، أي حاجة عنده لا. طب كل، لا أنا عايز أكل بالمعلقة بتاعتها، اشمعنى هي؟ ويروح ياخد المعلقة وياخد الأكل يرميه عليها ويضحك، وتلاقيه راح نازل من على الكرسي، رايح على الكرسي اللي جنب مامته وياخد المعلقة بتاعت مامته يروح يدلق عليها الأكل واخدها. هو قرد، بيتقال عليه القرد بتاع البيت، عندنا احنا السلالة دي بس مش بالشكل المرضي، عندنا كده آخر العنقود ده بيبقى اللعبة بتاعتنا رايح جاي. بس في حاجات لازم نطمن عليها ستوب، إن هو دايما واخد حاجة مش بتاعته، ولما بيطلب أو أنت عايزاه يعمل حاجة ما بيعملهاش. تعالي اتفرجي مثلا مشهد تالت، التويلت. لما تيجي تقعديه يعمل تويلت، ما بيقعدش، انا عايز اقف، يا حبيبي ما ينفعش لازم تقف، هي كده مش هقوم، هو وانا واقف، وتاخد معاه محاولات مريره وعديده ان هي تقنعه انه يقعد، ولو قعد ثواني وروح واقف، وتلاقيه وهو بيعمل تويلت تلاقيه مثلا بيمسك في هدومها، بيشد السلسله، بيلعب في وشها. واحيانا بتوصل معاه المرحله ان ممكن لو مامته رفضت الطلب يعيط طول اليوم، عنده مقدرة انه يفضل يعيط طول اليوم عادي خالص، ما بيملش عادي، عنده طاقة عايز يطلعها، عنده فرط حركة، عنده طاقة زيادة. الناس دي او الفئة دي عندهم مشاكل، ما هما مش بيعملوا كده عشان كده، هما كده. اسباب فرط الحركة وتشتت الانتباه، احنا عندنا جزئين بقى في التعبير ده، الجزء الاول فرط الحركة وعندنا الجزء الثاني تشتت الانتباه. فرط الحركة يعني واحد ما بيقعدش، يعني هايبر زي ما قلت لكم كده، بيقعد في مكان ما بيقعدش فيه، يفضل يتنطط من مكان لمكان مع ايده شغاله، ما بيقعدش مش بس بيتمشى، لا ايده كمان شغاله، دماغه كمان شغاله، تلاقيه بيخبط في اي حاجه هو مش حاسس، ده فرط الحركه. ممكن ده يبقى لوحده، يعني ممكن الفرط الاضطراب ده يجي بس لوحده. الجزء الثاني تشتت الانتباه، ممكن يبقى ولد قاعد عادي وانت بتكلميه بيقول لك اه ماشي تمام، وتلاقيه نقل في حته ثانيه خالص هو مش معاكي، وترجعي تكلميه على اللي انت كنت بتكلميه عليه هو مش فاكر.
او يبقى رايح مثلا يجيب الكراسه من على المكتب، يا حبيبي روح هات الكراسه نكتب الواجب، حاضر يا ماما، يروح قايم، تروح يغيب، تروح تدور عليه تلاقيه قاعد على الكمبيوتر. حبيبي مش قلت لك هات الكراسه؟ مش فاكر. تشتت انتباه. الحالات دي في المدارس المتقدمه ومتعلم، يعني المدارس اللي هي بتحط انظمه متخصصه للتعليم، الحاله دي بيتحط لها حاجه اسمها الشادو، الخيال او الظل بيبقى معاه عشان كل في الامتحان، عشان كل سؤال يخبط له. حبيبي السؤال الاول خلص، حليت الثاني؟ راح جاي قاعد الولد مكمل الثاني، خلص ها تخبط له ثاني، خلصت؟ الحاله دي تعليق كده. ممكن يجي فرط الحركه لوحده، تشتت الانتباه لوحده، وممكن الاثنين مع بعض. ازاي بقى نكتشف ان احنا عندنا طفل بالشاكله دي؟ ازاي؟ موضوع سهل طبعا وبسيط، انك انت عندك قرد في البيت، قرد مسلسل ما انتش عارفه تعملي فيه ايه، هو ده. بس لازم يظهر عندنا كذا حاجه اسمها مجموعه اعراض او زمله اعراض لازم تبقى موجوده عشان نقرر ان ده فرط حركه كاضطراب، كحاجه محتاجه تدخل علاجي. اول حاجه ان العرض ده او التصرف ده بيحصل في مكانين على الاقل. يعني ايه؟ يعني ابنك في البيت عندك بيعمل كده، بيتنطط ويتشقى وبتاع وكل حاجه مش في مكانها وما بيركزش، لا بلا 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 الكلام اللي احنا قلناه. شويه راح المدرسه، جات لك مكالمه، ابنك ما بيقعدش في الفصل، مبهدل الدنيا، ما بيركزش، بيسيب الحصه ويطلع كان ما فيش حد موجود. يبقى احنا عندنا كده اول عرض. تمام. تاني حاجه انه يكون اقل من 7 سنين. يعني ايه يكون اقل من 7 سنين؟ افرض ابني عنده 10 سنين وبدا يعني يتجنن كده. كان عنده من قبل 7 سنين بس انت ما خدتيش بالك، لان في اعراض تانية ممكن ما تظهرش. ممكن يبقى عنده شتت انتباه بس زي ما انا قلت لكم في الاول، ان هو بس ما بيركزش، كنت طبيعي بتقولي ابني شويه ولما يكبر هيبقى كويس، الكلام العادي بتاعنا، هو لما يكبر هيعقل، الكلام اللي احنا بنقوله. فاول حاجه لازم ان العرض ده او التصرفات السلوكيه دي تحصل في مكانين مختلفين، مجتمع كمدرسه ومجتمع كالبيت، ده او ده. تاني حاجه او تالت حاجه ان الاعراض دي تستمر لمده 6 شهور على الاقل، يعني مش اسبوع وتقول انا ابني عنده افته. خليكم بقى فاكرين الاسم عشان الاسم طويل شويه. افته معناها فرط الحركه وتشتت الانتباه، افته ADHD. عشان ما نقولش ان ابني عنده افته لازم ان الاعراض دي تستمر معاه 6 شهور مباشره، مش النهارده هايبر وبكره نام وبعدين بقى كويس وبعدها باسبوع، لا لازم تبقى مستمرة. ويعني الحالة بتبدأ هادية وتنتهي، أو مش هتنتهي طبعا، أو بالأيام بتبدأ تزيد، وإنه ما بيسمعش الكلام. والطفل ده لما بالموضوع معاه يوم بعد يوم بيبدأ إنه يمد إيده على أمه، على أخوه، على أخته، على والده، ويبدأ يبقى فيه شوية عنف لو ما تعملوش كنترول صح. حاجة كمان في الأعراض، الطفل ده بيبقى يعني لو جينا قسنا الذكاء بتاعه هتلاقي ان الذكاء بتاعه يا متوسط يا فوق متوسط. احنا عندنا كذا نوع، الغالب على كل العالم المتوسط، فوق متوسط ده فوق 130، لكن المتوسط بتاعنا 90، يعني 100 ده المتوسط بتاع الناس. هو عاده بيبقى متوسط يا فوق متوسط، بس على المستوى التحصيلي والاجتماعي ومهاراته هو اقل من كده بكتير. يعني في المدرسه في التحصيل انت عايزه تقعدي قرد يقعد يكتب حاجه بايده كده ويقعد يفهم ويتناقش معاكي، مش هيقعد. قرد اللي هو فرط الحركه. التاني بقى اللي مش معانا اصلا، السرحان على طول اللي موجود في حتت مش لهاش علاقه ببعض ويطلع من حاجه لحاجه، ده برده هيقعد يذاكر ويجمع؟ لا، مع انه ذكي، بس هيبقى عنده العرض ده اللي هو انحدار او انخفاض في مستوى تعليمه الاجتماعي او المهاري او التعليمي في المدرسه. فاحنا عندنا مجموعه اعراض لازم نتجمعها مع بعض عشان نقدر نقول ان هو عنده فرط حركه.